أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما شديدا بصناعة الهواتف المحمولة سواء بغرض التوفير للسوق المحلية أو بهدف التصدير. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحا أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول. كما أكد رئيس الوزراء أن هناك تشجيعا بهدف توطين هذه الصناعة في مصر لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية والتصدير، مضيفا أنه يتم العمل على تمهيد الأرض بهدف تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد في مصر وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية.